هذا سائل يقول في قول الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هل يجوز أن أقول لشخص أسألك بوالدك أو بأمك؟ تساءلون به والأرحام بالفتح، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها. أما قراءة الخفض الجر هذه قليلة ولا هي ثابتة. تقول الله الذي تساءلون به والأرحام، أي وتساءلون بالأرحام، هذه قراءة غير صحيحة سندا كما أعلم ولا يعتمد عليها. حد أظنه واحد من أكابر النحات، واحد من أكابر النحويين، يقول لو صليت خلف إمام يقرأ اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام لأخذت نعلي وخرجت، لأن هذا مخالف للغة العربية. نعم.